كنت بكلم مع حماده قبل الفصل في النقاط اللي هو شافها في ماتش امبارح تحديدا سان جورج، او يعني ابتداء من بدايه الموسم وصولا لمحطه سان جورج امبارح، فيها معالم شغل كولر مع الاهلي السنه دي، ايه اللي هو ثابت عليه من السنه اللي فاتت، ايه اللي اتغير السنه دي. هوصل معاه لنقطه، او كن يعني قبل الفصل على بنتكلم في معالم التطور ده، ويمكن انت وقفت معايا او اتكلمت معايا في حالات الضغط، واحده من الحاجات اللي شفتها واضحه جدا في ماتش امبارح حماده. بالظبط، يعني يمكن من الحاجات اللي اتكررت الماتش اللي فات او في الثلاث ماتشات عموما، يعني هو ضغط الاهلي الشرس في التلت اللي قدام. يمكن ده شفناه، ويمكن اكتر حاجه بتصنع فرص للنادي الاهلي اخر فتره او اخر ثلاث ماتشات هي فكره الضغط المتقدم بشكل عالي من قدام. خلق فرص كتير جدا، خلق فرص واضحه وصريحه، حتى في ماتش المصري في ثلاث اربع فرص اشبه بالانفرادات نتيجه الضغط اللي انت بتتكلم عليه ده. ده حقيقي، وهي دي الميزه دايما اللي بتاخدها من فريق شرس بيضغط من قدام. يمكن يعني ليفربول مثلا اشهر الفرق على العالم اللي كانت بتضغط من قدام، وكان دايما يورج كلوب بيقول ان افضل صانع لعب في العالم هو الضغط المتقدم او الضغط العالي، وده بالفعل بيتكرر مع النادي الاهلي. ديانج بيتهيألي كمان دوره واضح جدا في الجزئيه دي حماده. ديانج هو الاهلي دايما بيضغط بشكل 4 4 2 فلات، واضحه جدا. ديانج هو اللي بيطلع يكمل بيضغط، لان لما كان بيلعب موديست مش اللاعب النشيط قوي اللي عنده القدر انه يجري ورا حامل الكوره يمين وشمال. حتى كمان كهربا مش من ما فيش مهاجم في العالم يقدر يجري مع اللعيبه خاصه السرد باكات والحارس المرمى، لانه هيتعب هيبذل مجهود بدني، مساحات واسعه جدا، فهيضيع المخزون البدني في ان هو بالظبط. فدايما بتضغط بشكل 4 2 اللي هو ال 4 2 دول دايما بيبقى الثمانيه اللي كان بيعملها حمدي فتحي السنه اللي فاتت وعلي ديانج بيعملها السنه دي، وكانت واضحه قوي في الماتش اللي فات. يمكن لما نستعرض الحالات هوضح لك. تحب نبدا بالحالات؟ نبدا بالحالات طبعا. يلا نشوف حالات الضغط في ماتش امبارح. بالظبط، ماتش سان جورج ده شكل حالاته. الاهلي دايما بيضغط بشكل قدام، بيعمل مان تو مان على كل اللعيبه او كل الحلول المتاحه لحامل الكوره. بص على يعني لو نرجع مثلا بالصوره اللي ورا، بص شكل الاهلي عامل ازاي، شوف بيرسي تاو واقف فين، شوف امام واقف فين، حسين واقف فين، كهربا واقف ما بين اتنين، فمانع يعتبر حلين تمرير. مانع حلين تمرير. كمل بالصوره اللي بعدها تلاقي ان السيرد باك هو ما عندوش حلول غير ان هو يلعبها في العمق، رجعها استخلصها كهربا. هتخش بالصوره اللي بعدها هتلاقي النادي الاهلي كسب هنا فرصة. كهربا قطع الكوره، كهربا قطع الكوره، لعبها لحسين الشحات، حسين الشحات جات له فرصه تسديد. فهي دي الفكره، ان انت قطعت الكوره اللي حسين استلمها. استلم فرق معايا، استلمها وحش، فرق معايا، فرق معاه جدا، فما عرفش طبعا يتحكم في الكوره، وكانت مشكله. نرجع بقى هنا نقف على الحته دي عشان هنتكلم على ان ازاي اللعيبه وهي في الملعب ازاي بتقدر تساعد بعضها وتشغل بعضها ويدوا تعليمات لبعض. ده امام عاشور اللي لسه جاي النادي الاهلي ما كملش فتره، بيكلم مروان عطيه بيقول له خلي بالك انت مع الجناح اللي نازل لعمق الملعب عشان يستلم من السيرد باك ناحيه اليمين، وانا هركز مع السيرد باك او لاعب نص الملعب. كمل الصوره بقى، دي كوره مع السيرد باك، امام واقف هنا، السيرد باك شوف ايه الحلول اللي متاحه قدامه ان هو يمرر لها. معدومه، هو هنا مجبر ان هو يلعب كره طوليه، لونج بول، مجبر ان هو يلعب كره طوليه، ما عندوش اي حل تاني غير كده، ما فيش حل تاني، لان امام قافلها عليه. ولكن هو اللاعب كان عايز يلعبها مع اللاعب اللي مع اليو ديانج في المساحه الواسعه دي. ولكن امام كان اذكى منه وقدر ان هو يعمل انترسبشن للكوره، وقدر ان هو يستخلص الكوره في مكان حلو قوي، وبرده صنع فرصه لزميله، ولكن كهربا ضيعها. كمل بالصوره اللي بعدها تشوف ان امام قدر ان هو يستخلص الكوره بشكل كويس قوي، بشكل ينم على قد ايه ان امام عاشور لاعب ذكي وعنده قدره على التوقع وقراءه اللعب. لعبها طبعا لكهربا، ولكن خدها كهربا بشماله، خدها بشماله، ما عرفش يسيطر عليها كويس قوي. دي حاله. خش على الحاله اللي بعدها. في سنه استعجال جدا، يعني في احساس انه المهاجم عايز يجيب جون بسرعه. لو في شويه هدوء بشوف انه يعني ثلاث اربع فرص من اللي ضاعوا امبارح كانوا جوه الشبكه. انت شايف شكل الفرص عامل ازاي؟ يعني انت بتستخلص الكره يعتبر في حلق المرمى. طيب مش عارف ليه الاستعجال، يعني مباراه خاليه من الضغوط. انت عارف يعني برضو انا ساعات اوقات كتير جدا بيبقى في ماتشات هي اوريدي الماتش متكهرب، يعني ماتش الهلال مثلا السوداني في القاهره السنه اللي فاتت كان متكهرب. الماتش ده كهربا جاب فيه جون مستحيل يعني جون يدرس في كل فنون الكره، ازاي يستقبل وازاي صلح وازاي ركن وشاط كره فيها تابلو، رغم انه الماتش ده في منتهى الصعوبه ومنتهى الاهميه. في ماتشات تانية ماتشات سهله بتهالي انه اللعيبه وهي داخله الملعب خش متع نفسك ومتع الجمهور، مفيش حاجه
مفيش تنشنه، مفيش ضغط، مفيش اي حاجه. ده بيتهيالي بيخلي اللعيبه في الملعب مرتاحه اكتر، ورغم كده برضو بحس انه في استعجال وفي تنشنه. من وجهه نظري هي اكتر واحد طبعا كان واضح قوي ان هو مش مركز هو كان كهربا، يعني كهربا اتيح لي اكتر من فرصه لكن لم يحسن التعامل معاهم وضيع فرص صعبه جدا بصراحه. ولكن انا تفسيري الحاله بتاع كهربا هي وجود مودست. هو الاهلي دلوقتي بقى عنده سكواد كامل شامل، كل مركز بقى فيه لاعب واثنين سوبر، في لعيبه تاخد ده تحدي وتشتغل على نفسها، في لعيبه تبقى مركزه ان هي عايزه تعمل اي حاجه، وفي لعيبه برده احيانا الطبع النفسي بيغلبها ويبقى عايز ان هو يثبت نفسه فبيتسرع. فدايما لو في مثلا عشان اجيب جول محتاج ان انا اعمل 3 4 خطوات، فدايما لا انا عايز اجري الخطوه الخامسه عشان اجيب جول، المهم عندي ان انا اجيب جول. فده كان واضح من تصرفات محمود كهربا انه كان بيتصرف بشكل في تسرع شويه، في تسرع. هو ما كان يعني كهربا في وضعه الطبيعي في حالته الطبيعيه الثلاث اربع فرص اللي جات له جول كلهم اجوال، لانه كهربا اصلا بيتميز بالحته الفينش، الفينش ان هو وجود جوه 18 لعيب بلغه الكوره كده السنس بتاعه عالي، السنس بتاعه عالي جدا جدا كمان، يعني سنس رجليه على الجول يعرف من كل حته في المنطقه وبيمينه وشماله يعني ازاي يخلص الكره دي في الشبكه. لكن هو امبارح كان واضح عليه جدا ان هو ما كانش مركز، وده يمكن حالات الضغط، ودي كانت اللقطه برضو الاشهر بتاع الشوط الثاني. الشوط الثاني برضو الكره كل لعيب مع لعيب، محدش سايب حد في حاله، يعني لو نمشي بشكل اسرع هيكون افضل. هتلاقي بيرسي تاو بيضغط من قدام، ومحمد هاني برضو بيضغط، ونص الملعب كل واحد ماسك، محدش سايب اي خيار تمرير لاي حد. فبالتالي بتجبر اللعيبه ان هم يرتكبوا اخطاء. هنا مفيش غير لاعب واحد بس في نص الملعب، وحسين مروان عطيه قاري اللعب. هنا اللاعب عمل نوع من انواع محفزات الضغط، محفز الضغط ده اللي هو اللاعب استلم بشكل مش كويس، فده دافع ان انا اروح اضغط عليه. بالفعل مروان عطيه استخلص الكوره ولعبها لامام، وامام لعبها قصدي حسين، ولعبها حسين بشكل كويس قوي لمحمود كهربا، وجات له الفرصه دي، ولكن برضو راحت بشكل غريب جدا. ده كان شكل الضغط بتاع النادي الاهلي من قدام، وكم الفرص اللي نتجها النادي الاهلي من فكره الضغط، ان انا ازاي اقفل المساحات، اقفل كل خيارات التمرير اللي موجوده قدامي. من الحاجات برضو اللي اثرت في النتيجه، اللي اثرت في النتيجه امبارح برضو يا احمد، فكره المناوره زي ما انت كنت بتقول في بدايه الحلقه، المناوره واللا مركزيه، وازاي اللعيبه بتتحرك، وازاي بيخلقوا المساحه لنفسهم، وازاي كانت مؤثره في ان النادي الاهلي سجل الهدف الاول. ده شغل مدير فني. هنا احنا بنسيب اللعيبه وامكانيات اللعيبه جوه الملعب، ونتكلم على دور مدير فني في ازاي يحرك او يوظف قطع الشطرنج اللي موجوده جوه الملعب عشان يسيطر على المباراه. ده حقيقه، يعني لما الموضوع اتكرر في جبهتين اعتقد ان هو ده مش نابع من ارتجاليه من اللعيبه على قد ما هو شغل متحفظ متكرر في كل الماتشات، في الماتش نفسه بيتكرر اكتر من مره، بتخلق منه فرص، وكمان بتوصل لنهايه الماتش وبتسجل من فكره المناوره، وازاي اللعيبه بتتحرك وبتخلق لنفسها مساحه.